Buongiorno a tutti. L'umana ahla sharah li i verbi riflessivi. Che cosa sono i verbi riflessivi? هو الدرس حيشرح نفسه بنفسه، لكن لو حاولت اني نشرحه بالعربي، هو لما يكون الفعل هي الافعال التي يكون فيها الفعل يعني يرجع للفاعل نفسه. اوكي، كومينشامو. Prendiamo l'esempio del verbo lavarsi. Lavare e lavarsi, sorry. Abbiamo il presente del verbo lavare, diciamo io lavo, tu lavi, lui lava, lei lava, noi laviamo, voi lavate, loro lavano. هذا نعرفه وشفناه، è un verbo in are della prima coniugazione تصريف nel presente، هو مع io يخطئ تو يخطئ في الآخر، يعني في آخر الفعل لي noi يامو voi ate loro hanno lavano. المر الفعل اللي بجنبه هو نفس الفعل، إلا أنه هنا غيرناه الفيرب ريفلسيفو، يعني من lavare أضفنا له un pronome سي، البرونوم سي هذا بصفة عامة، لو حطيناه مع إيو سي تتغير إلى مي، وديتشامو إيو مي لافو، تو تي لافي، لوي سي لافا، لي سي لافا، نوي تشي لافيامو، فوي في لافاتي، لورو سي لافانو، هذا في شكل الفعل. الحين المعنى والفرق ما بين الأفعال الاثنين، أنا سأشرح الأشياء مع إيو وأريكم الفرق وأنتم تدرسون الباقي بأنفسكم. نأخذ إيو لافو. إيو لافو أنا أغسل. إيو لافو البياتو أنا أغسل الصحن. إيو لافو الفستيتو أنا أغسل الملابس وهكذا. أو إيو لافو إيفستيتي. أوكي؟ لكن لما نجي هنا ونقرا ايو مي لافو، ايو مي لافو المعنى هنا يعني ايو لافو ايو، ايو لافو ايو يعني انا اغسل انا، ففي الحاله هذه ما نقدر نقول ايو لافو ايو، فغيرنا ايو الى ضمير اسمه برونومي ريفلسيفو مي، مع ايو يصبح مي، ايو مي لافو انا اغسل نفسي او انا اغتسل. اوكي، تو لافي هنا تو لافي يعني أنت تغسل شيئا ما، تو لافي إي بياتي أنت تغسل الصحون. لو قلنا تو تي لافي ماذا سيكون المعنى؟ سيكون المعنى أنت تغتسل، يعني تو لافي تو ما تيجي كده، فنقول تو تي لافي. أوكي، فلاحظوا الفرق بسيط جدا، هو أنك ضروري في البريزنت تحفظ كويستي برونومي يو مي لافو تو تي لافي. لافارسي سي تتغير إلى تي مع تو، لوي لي سي لافا، مع نوي تشي، نوي تشي لافيامو، لاحظوا هنا لافيامو هنا لافيامو هنا، إلا مع لافارسي أضفنا تشي قبل الفعل، فوي في لافاتي، فوي في لافاتي، أنتم تغتسلون يعني تغتسلون تغسلوا أنفسكم، ولورو سي لافانو مع لورو البرونومي ريفليسيف هو سي، أوكي. فواضح أنه في البريزنت ديال الانديكاتيفو ما عندناش مشكلة، إلا في الضمائر هذه تسمى ضمائر برونومي ريفليسيفي مي تي سي تشي في إي سي. نشوف الآن ماذا يحصل لو غيرنا الباساتو بروسيمو، والباساتو بروسيمو هو الباساتو كومبوستو، لو قلت باساتو كومبوستو صح، لو قلت باساتو بروسيمو صح. نرى la coniugazione del verbo lavare al passato prossimo. لاحظوا passato prossimo متكون من جزئين، l'ausiliare e il participio passato. L'ausiliare del verbo lavare بيكون l'ausiliare avere، احنا عندنا فكرة صرفناه كم مرة الى l'ausiliare avere. il participio passato del verbo lavare هو lavato، ونقول io ho lavato i piatti، انا غسلت الصحون. اوكي، tu hai lavato i vestiti، أنت غسلت الملابس. Lui lei ha lavato
سو بامبي إل سو بامبينو، يعني هي غسلت لابنها، لم تغتسل هي بس يعني حمت ابنها. نوي أبيامو لافاتو إي بياتي، نحن غسلنا شيئا ما. وهكذا voi avete lavato e loro hanno lavato. الآن سنرى il verbo lavarsi al passato prossimo. نلاحظ هنا في تغيير مع l'ausiliare هنا هو avere، l'ausiliare هنا هو sono، يعني l'ausiliare essere مع io يصبح sono. ولا نستغنى على i pronomi riflessivi، هذوما مي تي سي تشي في سي هما نفسهم. وأقول io mi sono lavato، لو كنت أنا ولد، لو كنت أتكلم ولد، لو كنت بنت سأقول io mi sono lavata، أنا اغتسلت. أوكي، في الماضي تو تي الparticipio passato e lavato، لو كان maschile lavata، لو كان femminile تجلس مشكلة l'ausiliare. Quale l'ausiliare؟ هو I، يعني il verbo avere o l'ausiliare avere، no، e l'ausiliare essere. L'ausiliare essere مع tu، ماذا سنقول؟ سنقول sei، وتصبح tu ti sei lavato لو كنت ولد، أو tu ti sei lavata لو كنت بنت. D'accordo؟ أنت اغتسلت، أنت اغتسلتي. وهنا نمر إلى لوي. لوي سي l'ausiliare è essere. Bravo، con lui diciamo è. Ok، lui si è lavato، معناش خيار، ضروري يكون او فقط. لو كانت لي سنقول لي سي è lavata. Ok، واضح انه l'ausiliare non è lo stesso. هنا l'ausiliare avere، هنا l'ausiliare essere، perché abbiamo il passato prossimo del verbo riflessivo lavarsi. Noi هنا عنا noi abbiamo l'ausiliare avere، وهنا è l'ausiliare essere. Perché؟ Perché il verbo è riflessivo. Noi ci siamo lavati o noi ci siamo lavate. Ok؟ ci هنا è il pronome riflessivo. Ok، noi ci abbiamo، no، noi ci siamo lavati. لو كنا كنا أولاد نتكلم، لو كنا بنات سنقول noi ci siamo lavate. هنا voi فكر فيها، voi في شفناها في البريزنتي، في il pronome riflessivo هو في، l'ausiliare è essere، مع voi siete، lavati لو كنتم أولاد أنتم اغتسلتم، أو لو كنتم بنات voi vi siete lavate. و نتم الموضوع هنا loro، loro si، طبعا il pronome con loro è si، l'ausiliare non è hanno، no، è sono، perché essere con loro è sono. Loro si sono lavati o la loro si sono lavate. Bravi. طبعا انتم كتبتم كل هذا واستخدمتم الالوان وحطينا في اذهاننا انه الparticipio passato del verbo lavarsi del verbo riflessivo يتغير. لاحظوا هنا ho lavato، hai lavato، ha lavato، abbiamo lavato، avete lavato، hanno lavato. ولا تغيير في الparticipio passato. متى حصل التغيير؟ حصل التغيير لما تغير l'ausiliare، وإحنا قلنا l'ausiliare لما يكون essere يتغير الparticipio passato لو كان مذكر أو مؤنث ومفرد أو جمع. أكوردو. طبعا مثل ما قلنا قبل لو هذا البرونومي بيرسونالي يو تو لوي 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 لي نوي فوي لورو، لا يمكننا الاستغناء عنه. يمكن ان نقول مي سونو لافاتو، مي سونو لافاتا، تي سي لافاتو، تي سي لافاتا، من دون ذكر تو ولا ايو، سي اي لافاتو ولا سي اي لافاتا، من غير ذكر لوي ولا لي، تشي سيامو لافاتي، من غير ذكر noi، ونقول كذلك في سيتي لافاتي ولا في سيتي لافاتي، من غير ما نذكر
il pronome personale, d'accordo? Pratica. سأعطيكم فعل ثاني لكن قبل ما أعطيكم الفعل أعطيكم فرصة لتوقف الفيديو وتتدرب على الفيربو ألزاري صرفه في البريزنت دالإنديكاتيفو وفي الباساتو بروسيمو ثم تأخذ ألزارسي هو بنفسه صرفه في الفيربو في البريزنت دالإنديكاتيفو ألزارسي وفي الباساتو بروسيمو داكوردو؟ نرجع مع بعض بعد ما أوقفت الفيديو وحاولت. نتمنى أن كنت قد حاولت فعلا وأرجو منك أن ما ولا تزعج نفسك لو قمت بأخطاء. عادي جدا، الفايدة في الكتابة والتدرب. نأخذ الفيرب ألزاري، ألزارسي. ما معنى ألزاري؟ يعني يأخذ إنسان ويصحيه، يصحيه من النوم، أو يكون جالس يخليه يقف. أوكي، أنت per esempio diciamo io alzo mio fratello، يعني أنا أوقفه على رجليه، على رجليه. أوكي، ولو قلنا ألزارسي يعني يصحي نفسه بنفسه، يعني أنا أصحى من النوم. أوكي، مثلا لو قل يصحي نفسه من النوم، نرى هنا التصريف يكون اقرأ معي io alzo mio fratello، وإلا أخذ شيئا من الأرض وأرفعه إلى فوق. tu alzi lui lei alza، أقول أنا lui lei alza مع بعض لأنه ما فيش تغيير الكل الواحد على حاله، لا مع بعض lui alza lei alza. noi alziamo voi alzate e loro alzano. Ok, o loro alzano il libro dal tavolo، ياخذوا الكتاب من فوق، ياخذوا الكتاب الى فوق. مثلا هنا ناخذوا الفيرب alzarsi con io، يعني io mi alzo alle 7، يعني انا اصحى على الساعة 7. tu ti alzi lui lei si alza noi ci alziamo voi vi alzate e loro si alzano alle 9 يصحى الساعة 9، d'accordo؟ هذا التطبيق الأول، الفيرب alzare e alzarsi nel presente. vediamo queste o questi due verbi nel passato prossimo o composto. participio passato، لما أقول participio passato يعني non participio passato، passato prossimo، scusate، passato prossimo. il passato prossimo يعني passato composto، يعني متكون من جزئين، l'ausiliare e il participio passato. l'ausiliare è avere وهنا il participio è alzato. diciamo io ho alzato، tu hai alzato، lui lei ha alzato، noi abbiamo alzato، voi avete alzato، loro hanno alzato. لاحظوا l'ausiliare avere il participio passato ولا يتغير او كله في الاخر، d'accordo؟ في حالات يتغير بين قوسين لما نحط il pronome diretto هنا، واحنا في الparticipio passato دايما نتعلم انه ما يتغير، لكن لو حطينا il pronome هنا سيتغير pronome diretto. اوكي، حتى لو كان معنا أوزيلياري أفيري، حطوا في بالك هنا في يوم ما سنرى هذا إن شاء الله. وهنا نمر إلى ألزارسي، passato prossimo. io mi sono alzato، لو كنت ولد أتكلم، لو كنت بنت io mi sono alzata. لاحظ الملاحظات اللي بقولها دائما، لأنه هو الفيرب ألزارسي un verbo riflessivo، مع io سي تغيرت إلى مي. e il participio passato alzato لو ولد، alzata لو بنت، واهم شيء هو l'ausiliare. شوف هنا abbiamo l'ausiliare avere، لكن هنا abbiamo l'ausiliare essere. con io diciamo sono، io mi sono alzato o io mi sono alzata. نفس النظام، tu ti sei alzato o tu ti sei alzata. alle 9
lui si è alzato, lei si è alzata, ركزي على لوزي جاري اللي خليك ما تنساهش. اوكي هنا abbiamo لوزي جاري avere, لكن هنا abbiamo لوزي جاري essere. Noi, il pronome con noi, pronome riflessivo, هو ci, ok? Ci siamo, bravo, non abbiamo, ci siamo alzati o ci siamo alzate, lo con benet. Una sau alla sera, alle 9 per esempio. Voi vi siete alzati o voi vi siete alzate? Loro si sono alzati o loro si sono alzate? Ok. يعني هنا كذلك قلنا يمكن نقول يصحى أو قلنا يقوم من يكون جالس ويقوم يقف على رجليه. أوكي. Siamo ad un altro esempio, بديكم هنا مثال ثاني ما سأعطيه لكم في شكل براتيكا. توقف الفيديو, ferma il video e scrivi. وقف الفيديو واكتب. الفيربو è nascondere, يعني يخفي. Nascondersi يعني يخفي نفسه. اوكي, يخفي شيئا هنا nascondere, يخفي شيئا او يخفي شخصا, مثلا اخفي ابني وهو يلعب, اخفيه ورائي مثلا. او هنا nascondersi, اخفي نفسي بنفسي. اوكي, il participio passato del verbo nascondersi هو nascosto, كما قلنا participio passato del verbo alzare, alzato. Participio passato del verbo lavare, lavato. Il participio passato del verbo nascondere è nascosto. نحتاج هذا في الباساتو prossimo. Ok, بعد ما وقفت الفيديو. Il verbo nascondere nel presente, io nascondo. Verbo del secondo gruppo, ahna qrina, il verbo nuqbel del primo gruppo, are, alzare, lavare. Hne, verbo del secondo gruppo, nascondere, io nascondo, tu nascondi, per esempio diciamo tu nascondi i soldi, enti tukhfi al nuqud, i soldi. Lei nasconde, lui nasconde, ok, il libro, yukhfi al kitab. Noi nascondiamo, voi nascondete e loro nascondono. Ok? Abbiamo il verbo nascondersi adesso. Per esempio, io mi nascondo. Ok? Tu ti nascondi sotto il letto. Lui si nasconde. Noi ci nascondiamo, nascondiamo, voi vi nascondete, antum tukhfuna anfusakum min a'daikum, voi vi nascondete dei nemici, nell'ade, loro si nascondono, loro si nascondono. Ok, bravo, hum yukhfuna anfusahum. Ok, لو قلنا loro nascondono, ضروري نقول loro nascondono che cosa, يخفون ماذا, مثلا loro nascondono i soldi, الأموال. ولكن هنا loro si nascondono, هم يخفون نفسهم, يعني loro nascondono loro, ما تجيش فنقول loro si nascondono, voi nascondete voi, ما تجيش فنقول voi vi nascondete, وهكذا. أوكي, أرجو أن تقوموا بهذه الأفعال مكتوبة في شكل جملة وليست في شكل قائمة. أعطيتكم بعض الأمثلة وأنتم اختاروا أمثلة لأنفسكم. nascondere nel passato prossimo. Io ho nascosto. Io ho nascosto. L'ausiliare è avere. يمكن يجيكم سؤال تقولوا لي إمتى نستخدم l'ausiliare avere؟ وإمتى نستخدم l'ausiliare essere؟ لما يكون الverb non è riflessivo, لما يكون فعل مش riflessivo, لأنه لو كان riflessivo على طول l'ausiliare è essere. لكن لما يكون الverb non è riflessivo سيكون l'ausiliare avere. لكن في بعض الأحيان عنا l'ausiliare essere. متى
تطولش كثير لما تحب تعرف هل الفعل يحتاج في الباساتو كومبوستو لوزيلياري افيري. اسأل نفسك مثلا هل نقدر نقول انداري ماذا؟ انداري كوزا يذهب ماذا؟ لا، لكن هل نقدر نقول مانجاري كوزا يأكل ماذا؟ نعم، يجوز هذا السؤال. لو قدرنا نقول يأكل ماذا، لافاري ماذا، إمباراري ماذا، يتعلم ماذا، لما تسمع هذا السؤال عنده معنى تاخذ الفعل وتزيده كيكوزا وإلا ماذا حتى تسهل عليك الفكرة. فتأكد أنه لوزيلياري بصفة عامة هو أفيري. أوكي، مثلا مانجاري يو أو مانجاتو. أوكي، ما أقول يو سونو مانجاتو، ماي جامي، عمرنا ما نقول يو سونو مانجاتو. داكوردو، على كل حال حط هذه الفكرة في ذهنك وهي سهلة. أوكي، نرجع للفيربو ناسكوندري نيل باساتو بروسيمو. يو أو ناسكوستو، ناسكوندرسي، شوف الفرق. يو مي perché è un verbo riflessivo. L'ausiliare sono, io mi sono nascosto, لو كنت ولد. Io mi sono nascosta, لو كنت بنت, أنا أخفيت نفسي. أوكي؟ Tu hai nascosto i soldi, أنت أخفيت النقود. Tu ti sei nascosto, o tu ti sei nascosta quando hai giocato con il tuo bambino, لما لعبت مع ابنك أو طفلك أخفيت نفسك مثلا أو أخفيت نفسك. توتي سي ناسكوستا. لوي أو لي أناسكوستو لبني، أخفيت الأقلام. لوي سي ناسكوستو، لوي سي ناسكوستو، إلي سي ناسكوستا. نوي أبيامو ناسكوستو إسولدي، إحنا أخفينا النقود. هنا Noi ci siamo nascosti, نحن أخفينا أنفسنا من ابننا قبل الخروج dal nostro bambino prima di uscire, قبل ما نخرج. Ci siamo nascosti. Ok. وإلا noi ci siamo nascosti, لو كنا بنات ونلعب مثلا أخفينا أنفسنا. Voi avete nascosto i soldi, voi avete nascosto il segreto. السر مثلا. voi vi siete nascosti o nascoste vi siete. تدرب، الله يخليك، تدرب ثم تدرب ثم تدرب لكي تتمكن. وهذه الأفعال أتدرب عليها، وسأترك لك بعض القائمة أو قائمة صغيرة لتتدرب لو كان عندك استعداد طبعا. loro hanno nascosto، كم الجملة؟ hanno nascosto che cosa. لما قلنا كيكوزا يعني لوزيلياري اي افيري، وهنا الفيربو ناسكوندرسي كون لورو ديتشامو لورو سي سونو ناسكوستي او لورو سي سونو ناسكوستي، وحنا نعرف لورو تمشي مع المذكر او مع المؤنث. داكوردو. اوكي، براتيكا اونالترا براتيكا كون اون فيربو ديلا تيرزا كونيوغازيوني فيستيري. E vestirsi. Vestire non è riflessivo. Vestirsi è un verbo riflessivo. طبق أي براتيكا يعني طبق التصريف فعل vestire e vestirsi. وقف الفيديو ثم تعال نتأكد. أذكرك أنه il participio passato نحتاج في الباساتو بروسيمو هو vestito. نرى ما معنى vestire يعني يلبس. vestirsi هو يلبس، يلبس نفسه، يعني يلبس نفسه. لكن vestire يلبس يعني يلبس ملابس واحد ثاني، يلبس ملابس ابنه مثلا. اوكي، واضح. اوكي، سنرى. يا مقيل verbo vestire، صح اخطائك. فهنا نقراه مع بعض. مثلا نقول Io vesto mio fratello i suoi vestiti. أنا ألبس أخويا ملابسه. Tu vesti tua sorella i suoi vestiti. أنت تلبس أختك، أنت تلبس أختك الملابس. Lui veste il suo bambino una giacca. هو يلبس أخت
ابنه جاكيت. نوي فيستيامو لا يعني نحن نلبس أنفسنا، لا نحن نلبس شخص ثاني. أيوة نوي فيستيامو إل نوسترو بامبينو، نلبس ابننا. داكوردو فوي فيستيتي i tuoi i vostri bambini una giacca, dei pantaloni وهكذا، loro vestono وهكذا. هو المعنى واضح. نأخذ vestirsi nel presente، هنا vestirsi للتذكير هو un verbo riflessivo. Io mi vesto، أنا ألبس نفسي ماذا؟ Io mi vesto una giacca. Tu ti vesti dei pantaloni. Lui si veste، lei si veste. Noi ci vestiamo، لاحظ هنا ci، noi ci vestiamo، voi vi vestite، loro si vestono. Ok، bravi. Passiamo a il verbo vestire al passato. أظنك أنك طبقت il verbo vestire nel presente e nel passato. Vestire passato prossimo. Io ho vestito mia sorella una giacca، أنا ألبست أختي جاكيت. Tu hai vestito، lui ha vestito، noi abbiamo vestito، voi avete vestito، loro hanno vestito. يمكن تقول لي loro ليش ما حطيناش هنا اي ولا اي بلورالي، ولا voi ليش ما حطيناش اي ولا اي بلورالي، ليش ما تغيرتش هذه هنا اي او vestito، لو كنت بنت ليش ما حطيناش هنا ا. أظنك أنت تعرف الإجابة بنفسك. Aiwa, li anni l'ausiliare e avere non è essere. Ma annesh pronome diretto huna. Ok, ma qadr a'tik mithal hatta la tatakhbat lakhbat al-ashya'. Atamanna anni aqum bi video yuwaddah imta quando l'ausiliare è avere, hadi o tataghayyar ma'a al-mu'annath wa tataghayyar fi al-jam'. Qult lakum tataghayyar lamma yakun il-pronome diretto huna mawjud. Ok. يلا passiamo a vestirsi. أظنك أنك طبقت لنا الآن مع بعض. Io mi sono vestito، لو كنت ولد أنا ألبست نفسي. O io mi sono vestita. Tu ti sei vestito. O tu ti sei vestita. Lui si è vestito. O si è vestita. إمتى؟ لما تكون لي. أوكي، lui si è vestito، lei si è vestita. ما فيش خيار، هي هذه هذه. Noi ci siamo vestiti، لو كنا أولاد نتكلم، لو كنا بنات سنقول noi ci siamo vestiti. طبعا لو كنا بنات وأولاد سنستخدم المذكر noi ci siamo vestiti. Voi vi siete vestiti e voi vi siete vestite. Loro si sono vestiti e loro si sono vestite. D'accordo? Bravi. Passiamo adesso a e vi presento adesso una lista di qualche verbo riflessivo. أقدم لكم الآن un esempio قائمة لبعض الأفعال. Ok، ناخذ pettinare. Pettinare يعني يسرح الشعر. فلو قلنا pettinare i capelli يعني يسرح شعر بنتي per esempio. لكن لو أقول pettinarsi يعني أنا أسرح شعري بنفسي. Ok. Riposare يعني يريح، يريح غيره. Riposare qualcuno. Riposarsi يستريح لنفسه، الراحة تكون لنفسه. أوكي، وأنت تصرف بالقائمة الأفعال، هذه الأفعال. Ricordare هنا يذكر. Ricordarsi يتذكر، يذكر نفسه بنفسه. Ricordare يعني يذكر غيره. Sbrigare يعجل غيره. Sbrigarsi يستعجل، يحجل نفسه بنفسه. اوكي، fare male a qualcuno يعني تسبب ألم لغير، لشخص ما. farsi male يعني تسبب ألم لنفسك. اوكي، grazie mille.